نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. أحكام بالسجن من 7 إلى 10 سنوات للمتهمين في غرق مركب رشيد. مصر تهزم أمريكا وتنجح في تمرير قرار أممي لاسترداد الأموال المنهوبة. اجتماعات النيل بأوغندا، حسم الخلافات أو تدخل الرؤساء في يونيو. الإفتاء، جماعة الإخوان تتلون بإصدار وثيقة التعايش السلمي في بريطانيا. اختيار سحر نصر ضمن أكثر 100 سيدة مؤثرة بالعالم العربي. هيومن رايتس ووتش تطالب الأردن بتوقيف البشير أثناء القمة العربية. اعتقال 4 أشخاص في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لترامب. سباق ليلة العمر بملابس الزفاف في تايلاند جائزته 28,000 دولار. ومحمد كمال يكتب حقيبة السيسي في زيارة واشنطن. وإلى تفاصيل هذه النشرة، حيث أسدلت محكمة جناح رشيد في البحيرة في جلسة النطق بالحكم بقضية غرق مركب رشيد بالبحر المتوسط الستارة عن القضية المعروفة إعلاميا باسم مركب الموت، والتي راح ضحيتها نحو 203 قتلى، وقضت بسجن 56 متهما تراوحت ما بين 7 و10 سنوات للقتل الخطأ و3 سنوات للنصب، وسنتين لإخفاء المتهمين، وسنة لإلحاق عمالة بدون ترخيص وبراءة أحد المتهمين. ولمزيد من التعقيب حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، أهلا بك معنا في هذه النشرة. أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. برأيك دكتور مختار، هل نحتاج إلى تشريعات تتمكن من تغليظ العقوبات الخاصة بالهجرة غير الشرعية، خاصة في الآونة الأخيرة أصبحت هذه الحوادث تتكرر بشكل غير مسبوق، وأصبحت يمكننا أن نطلق عليها أنها أصبحت ظاهرة؟ ما رأيك؟ صحيح، إذا ما نتحدث عن ظاهرة يبقى بنتحدث عن كيفية تلافي هذه الظاهرة بمنع أسبابها. نشوف الهجرة غير شرعية سببها إيه؟ سببها أولا فرص عمل غير متاحة بدرجة كبيرة، سببها أن فرص العمل بالنسبة للشباب الخريجين بتخصصات مختلفة إلى حد كبير جدا تكاد تكون معدومة. بنتحدث عن قرى ونجوع بيتخرج منهم شباب كل سنة بيبحثوا عن فرصة عمل لائقة، ودول الأكثرية منهم اللي بيذهبوا بهجرة غير شرعية، إما بيذهبوا الناحية الأوروبية بدرجة إنه لأن هم بيروا أن الفرق العملة وأن فرص العمل هناك من الممكن أن تعوض لهم يعني أسباب كثيرة جدا لهذه الهجرة الغير شرعية. الجزء الثاني وده جزء أهم جدا، أن بتتحدثي عن شاب أو مجموعة من الشباب إلى حد كبير جدا أصبحت عندهم ثقافة الطموح، فإلى حد كبير هو يريد أن يبدأ من حيث ما انتهى الآخرون، فهي آفة اجتماعية علينا ان احنا نسلط الضوء عليها، بجانب ان احنا كيفية البحث عن فرص عمل وخلق فرص عمل خصوصا في المحافظات النائية بحري او ابلي الى حد كبير جدا هتتحكمي في مسألة الهجرة غير شرعية، مع الاخذ في الاعتبار بان عمر ما كانت تشديد العقوبة او عمر ما كان سن القوانين هو سبب من اسباب منع الـ يعني المخالفات اللي من ممكن ان تجرى بخصوص هذه العقوبه، او انك انت هتشدد عقوبه فهتمنع الهجره الغير شرعيه بالكليه. ليبيا كانت في وقت من الاوقات مرتع لعصابات تهريب ومرتع للكثير جدا من الاذى لكثير جدا من المسافرين، ورغم ذلك كنا بنشوف حالات سفر كثيره جدا بحثا عن فرصه عمل. نجحت جهود مصر وتونس داخل المجموعة الإفريقية بجنيف في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة الحقوق الاقتصادية، بعدما عارضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية القرار وطلبت التصويت عليه وصوتت ضده. وقال السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف إن مصر تحرص على تقديم القرار سنويا لاستعادة أموال قيادات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المنهوبة بالخارج.
علقت دار الإفتاء على إصدار جماعة الإخوان الإرهابية وثيقة أطلقت عليها وثيقة التعايش السلمي في بريطانيا، مؤكدة أنه نوع من تلون الجماعة خوفا من إصدار أي قرارات ضدها من الحكومة البريطانية عقب الهجوم الإرهابي بمحيط مجلس العموم البريطاني. وأكدت الإفتاء أن التنظيم الدولي للإخوان يدرك جيدا أن تحركاته في دعم الإرهاب والتطرف باتت واضحة للجميع، وأنه يستمر في سياسات التضليل والخداع. دكتور مختار، في رأيك هل حقا الجماعة فعلا تتلون لاستباق أي قرار ضدها؟ يعني هي بالتأكيد هي بتحاول أن تستقرئ الأحداث وبتحاول أن هي تتلافى الرد الفعل اللي احنا بنشوفه، لكن عايزين نكون عندنا إيمان بنقطة مهمة جدا، بأن قرارات العالم الغربي أو الولايات المتحدة الأمريكية فيما هو معتبر جماعة إرهابية أو جماعة غير إرهابية دي مرتبطة بالمصالح هذه الدول، مش مرتبطة بعلاقة هذه الدول بدول أخرى، أو حتى مرتبطة بأن هذه الجماعة هي إرهابية أو غير إرهابية. في المقام الأول هي مصالحها فين، والمقام الثاني أنه هل هذه الجماعة إلى حد كبير جدا بتقدم لها خدمات ولا لأ. ومن ضمن هذه الخدمات الاستثمار الضخم اللي بتعمله جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المساندة لها في العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا إذا أردنا أن احنا نتعامل في هذا الملف تحديدا، علينا أن احنا نربط علاقتنا السياسية والدبلوماسية والتجارية مع هذه الدول برؤيتها لمسألة مكافحة الإرهاب، لأن ده ملف ضخم وإلى حد كبير جدا مختلف عليه، ومصالح الدول بتلعب دور كبير جدا في وضع هذا الملف، طي إرهاب أو طي المنع أو طي أن يبقى متاح أو ممنوع. يبدأ بالعاصمة الأوغندية عنتيبي الاجتماع الطارئ لوزراء المياه بدول حوض النيل بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري لبحث الخلافات حول اتفاقية عنتيبي ومحاولة التوصل لتسوية مرضية للجميع. وقالت مصادر معنية إن هناك محاولات أوغندية يقودها الرئيس يوري موسيفيني لحل الخلافات خلال الاجتماع أو تأجيل الحسم حتى انعقاد قمة رئاسية تضم دول حوض النيل في يونيو المقبل، وإن موسيفيني متفق مع ضرورة تعديل الاتفاقية لعدم الإضرار بمصالح مصر المائية. دكتور مختار، هل من الممكن أن تنجح مصر بالفعل في تعديل اتفاقية عنتيبي؟ يعني احنا نتمنى أن تنجح مصر، وعلينا أن احنا نقدم شكر للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. هذا الرجل محسوب على حكماء أفريقيا، وبدرجة كبيرة جدا هو واقف جنب مصر بجانب المسألة الخاصة بالمياه أو الاتفاقية الخاصة بعنتيبي على وجه الخصوص. وعلينا أن احنا نقر مبدأ بأن اتفاقية عنتيبي خطورتها مش في الدول الموقعة عليها، خطورتها في وجهة النظر الأثيوبية ناحية هذه الاتفاقية، لأن أثيوبيا هي الوحيدة اللي تريد أن تتملص من هذه الاتفاقية، وبدرجة كبيرة جدا بتستخدم ضغوط تمارسها على الدول الموقعة عليها أو على الدول التي لم توقع عليها. مصر بالتأكيد هي تدرك بأن نهر النيل هو حياة أو موت، ودي مسألة احنا قلناها كثيرا، ومسألة التوقيع على اتفاقية عنتيبي او اخذ الاطار العددي الخاص به دي مسألة الى حد كبير جدا هتحطنا في خانة ضيقة، الى حد كبير هتأثر علينا. اذا استطعنا ان احنا نؤثر على اتفاقية عنتيبي او نغير من اطارها او نغير من الدول الموقعة عليها، ويكون هناك شكل من اشكال الضغوط على اثيوبيا لمنع البناء الهيكلي في اكتماله النهائي لمسألة سد النهضة، لحد كبير جدا هيبقى نجاحنا في هذا الملف نجاح كبير. أحالت وزارة الزراعة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة العامة، وكثفت الحملات للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، وذلك للحد من خطورتها على الأمن الغذائي. وفي سياق آخر، قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، قال أن الوزارة انتهت من إزالة 3404 حالة تعدي على نهر النيل خلال شهر. الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دخلت ضمن قائمة أكثر 100 شخصية نسائية مؤثرة في العالم العربي لعام 2016 عن فئة العمل الحكومي التي أعلنتها مجلة أرابيان بيزنس. وضمت القائمة أيضا النجمة اللبنانية فيروز والإعلامية لميس الحديدي، إضافة إلى المحامية الدولية أمل كلوني والفنانتين إليسا ومريم فارس. فاصل مشاهدينا، ونواصل من بعده نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده أيضا نتعرف على تطورات الوضع الميداني في سوريا. تابعونا. عودة نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس.
وإلى الشأن الخارجي، أعادت وحدات الجيش السوري الأمن والاستقرار إلى 6 قرى جديدة في ريف حلب الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش الإرهابي فيها. كما تمكنت وحدات الجيش من تأمين خروج أكثر من 5000 مواطن، فيما انتقد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية تصريحات نظيره الفرنسي حول انطلاق معركة الرقة خلال الساعات المقبلة، معتبرا أنه غير مبني على فهم صحيح للوضع ولا بالواقع على الأرض. دكتور مختار، إلى أي مدى أثرت المحادثات السورية على الوضع الميداني هناك؟ شوفي، المحادثات السورية في جانب والواقع الميداني في جانب آخر. هناك معارك طاحنة بتقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في الرقة على وجه الخصوص، وهي اللي بتقوم بالدور الأكبر بمساعدة أمريكية في هذا النطاق، وفرنسا بتتحدث أنها أوريدي حددت ميعاد تبدأ تخش فيه هذه المعارك. الجزئية الثانية، هناك ريف حلب وريف حماة وريف الرقة، الثلاث أماكن دول فيهم معارك كبيرة جدا موجودة على الأرض. النظام السياسي في سوريا إلى حد كبير جدا يريد أن يفرض أمر واقع، ودي المسألة اللي خلق توتر في جنيف 5، خصوصا في الطلبات، لأنه الوفد السوري الأساسي الحكومي الذاهب إلى مفاوضات جنيف 5 هو ذاهب إلى هذه المفاوضات وأمامه عنوان رئيسي هو الإرهاب وكيفية مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة. المعارضة ذاهبة إلى هذه المفاوضات برؤية أخرى مختلفة، هي تريد أن تعرف شكل الانتخابات اللي هتجرى إيه، دور بشار الأسد في المرحلة الانتقالية إيه. الجزئية الثانية، النظام أو الدستور السوري هيكون محكوم وشكله إيه، دي الإطار العام اللي راح به المعارضة إلى هذه المفاوضات. النظام السياسي في سوريا رايح بإطار آخر، لأنه يريد أن يفرض أمر واقع على الأرض ثم من خلاله يضغط على المعارضة لتنفيذ طلباته، ودي المسألة اللي خلق فجوة كبيرة جدا في هذه المباحثات اللي بتدور في جنيف، وخلت ديمستورا على وجه الخصوص يتحدث أنه لا تتوقعوا انفراجة كبيرة ولا تتوقعوا انهيارا لهذه المباحثات، ولكن كل شيء متاح ومباح ومطروح من خلاله. وآخر حديث قاله ديمستورا أنه هيحضر القمة العربية عشان يطرح على القادة العرب رؤيته في حل المعضلة السورية أو القضية السورية. أنا من وجهة نظري، بعيدا عن المعارك اللي بتدور على الأرض وبعيدا عن المباحثات اللي بتدور في جنيف، احنا داخلين على قمة عربية، ودي مستورة بيتحدث عن وجوده في هذه القمة. هل هيكون للعالم العربي رؤية واحدة مشتركة ويمتلك المبادرة بالنسبة للقضية السورية ولا لا؟ الجزئية الثانية، من الحرج ومن غير المقبول ومن غير اللائق ان يكون العالم العربي كل دوله خارج إطار الدول الضامنة بالنسبة لأي حلول سياسية أو أي حلول أمنية موجودة داخل الساحة السورية. مش مقبول أن تكون تركيا وإيران وروسيا الثلاثة بس هم اللي بيتحكموا في المعضلة الأمنية وإطار الحل الأمن والضمانات الخاصة به، ثم الإطار السياسي بتحكمه أطر أخرى وبتحكمه قوة دولية وقوة إقليمية أخرى بعيدا عن العالم العربي، ودي مسألة واجب بسرعة إعادة النظر فيها في القمة العربية القادمة. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها لحضور القمة العربية أو توقيفه، وأوضحت المنظمة أن البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 بسبب دوره في حملة السودان المسيئة ضد التمرد في دارفور، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. دكتور مختار، برأيك هل من الممكن أن تستجيب الأردن لمطلب هيومن رايتس ووتش بشأن عمر البشير؟ المعلومات المتوفرة عندنا أن الأردن رفضت على فكرة وتحفظت على هذا الطلب، لكن هناك سؤال بيطرح، لماذا أثير هذا الأمر الآن أو هذا الموضوع الآن؟ احنا بنتحدث عن قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية سنة 2009، احنا بنتكلم سنة 2017، مر 8 سنوات. ايه هو السبب اللي خلى هذا القرار منظمة هيومن رايتس ووتش تتكلم عنه في هذا التوقيت بالذات؟ ده سؤال. الجزئية الثانية، ودي جزئية هامة جدا، ان اذا كنا بنتحدث عن محكمة جنائية دولية وبنتحدث عن دول رئيسية انسحبت من هذه المحكمة او تحفظت على الاطار القانوني الخاص بها، طب اين اسرائيل من هذه المحكمة؟ لازم نطرح هذا السؤال، دي نقطة مهمة جدا، وواجب على العالم العربي وواجب على الأردن كدولة مضيفة
ألا تمنع عمر البشير من الذهاب إلى القمة العربية، وأن يكون للقمة العربية موقف من كل هذه الأمور، ليست من القضايا الملحة اللي هي الوضع في سوريا اللي احنا كنا بنشير إليه، أو الوضع داخل الساحة الليبية، أو الوضع داخل الساحة اليمنية، أو القضية الفلسطينية اللي احنا بنقول يا جماعة القضية الفلسطينية تاهت في ظل هذا الأمر الذي نعيشه، ولكن واجب أن ننظر إلى أمور أخرى مرتبطة بالعالم العربي، على رأسها المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية اللي إلى حد كبير جدا بتسخن أطر المحكمة بأغراض سياسية محددة، وخلينا أقول لك كده بتحريض من قوى إقليمية وقوى دولية، وننظر إلى القوى الإقليمية وكيفية التعامل معها مستقبلا، ودي مسألة مهمة جدا وملحة للقمة العربية القادمة. وإن كنت أرى أن كل هذه الأمور المطروحة على القمة العربية ربما لا يتاح أو ما يكونش المداد الزمني أو الفترة الزمنية غير لائقة، أنا أتمنى أن نخرج من القمة العربية دي بقمم استثنائية تعقد على الأقل كل شهريا من خلال ترويكة إلى حد كبير جدا تبحث أطر العمل العربي المشترك والقضايا العربية الملحة. ذكرت تقارير إخبارية أن 2 من المسلحين قتلا خلال اشتباك بين قوات الأمن الجزائرية ومجموعة إرهابية بمنطقة جبل الوحش بمحافظة قسطينيا شرق العاصمة الجزائرية، ومن بين القتلى أمير سرية تنظيم داعش الإرهابي بقسطينيا الذي بايع التنظيم السنة الماضية. أعلنت شرطة كاليفورنيا اعتقال 4 أشخاص في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضين في جنوب الولاية لاستخدامهم غير القانوني لرذاذ الفلفل والاعتداء والضرب. واندلعت الاشتباكات على أحد شواطئ مدينة كاليفورنيا بعدما رش محتجا مناهضا لترامب أحد منظمي المسيرة المؤيدة له برذاذ الفلفل. دكتور مختار، يبدو أن المواجهات الغاضبة بين مؤيدي ومعارضي ترامب لا زالت مستمرة، كيف تقرأ الأوضاع الأخيرة في الولايات المتحدة؟ شوفي، يعني أنا أقرأ هذه الأوضاع بأنه الوضع سوف يتم التغلب عليه، ما فيش شك أن هناك توترات موجودة في الداخل الأمريكي مرتبطة برؤية ترامب لمعالجة الوضع الداخلي. خلينا نقر بأنه قانون الخاص بالرعاية الصحية اللي كان مرار أوباما إلى حد كبير جداً فشل في تمريره من الكونجرس الامريكي او تعديله او الغائه، دي مساله مهمه جدا. مع الاخذ في الاعتبار ان ما زالت رؤيه الاداره الامريكيه ضد ال 11 مليون المقيمين داخل الولايات المتحده الامريكيه اقامه غير شرعيه، ما زالت هناك رؤيه الى حد كبير جدا طارده لهؤلاء الموجودين، وما زالت تتعاطى معهم بشكل فيه عنصريه. فجزء من هذه الاضطرابات هي بدرجه كبيرة الضغط على الإدارة الأمريكية لتعديل مواقفها فيما هو مرتبط بالشأن الداخلي، إذا كان مرتبط بالرعاية الصحية أو مرتبط بالمقيمين إقامة غير شرعية أو بالتعامل مع الملونين داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وربما تكون هذه الاضطرابات لها علاقة بالواقع الخارجي ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية للتعاطي مع كثير جدا من المواقف الإقليمية. نظم آلاف الأشخاص مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية لندن تحمل اسم اتحدوا من أجل أوروبا، وذلك للاحتجاج على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 4 أيام فقط من تفعيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي للعملية الرسمية للانسحاب من التكتل الذي انضمت إليه بلادها قبل 44 عاما. قالت الممثلة البريطانية إيما تومسون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مواعدتها قبل عدة سنوات لكنها رفضت ذلك، مؤكدة أن الواقعة حدثت وهي تصور فيلم برايمري كولرز عام 1998 في كاليفورنيا بينما كانت تنهي إجراءات طلاقها من الممثل كينيث برانا. شارك المئات من المقبلين على الزواج في تايلاند في سباق غريب من نوعه يتم تنظيمه سنويا بهدف مساعدة المشاركين في الفوز بزفاف الأحلام من خلال الجري بملابس الزفاف، ويحصل الزوجان الفائزان على مبلغ 28,000 دولار للإنفاق على حفل زفافهم المنتظر. والآن نذهب بكم إلى فاصل قصير ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده نتعرف ماذا قالت النجمة رغدة عن الراحل أحمد زكي وأسرار رفضها العمل مع الزعيم عادل إمام، فتابعونا. عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. كشفت الفنانة رغدة خلال الجزء الثاني من ندوة المصري اليوم عن سر تعاونها مع الزعيم عادل إمام في المسرح، مؤكدة أنها تجربة مهمة جدا في مشوارها الفني وتتمنى تكرار التجربة مرة أخرى. للمزيد نتابع التقرير التالي من إعداد الزميلة هالة نور. عادل أنا اشتغلت معه يديله الصحة وطولة العمر المسرح، يعني حصل فيه كان فيه
مشاريع كنا هنشتغلها مع بعض. وانا في مثلا فيلم الارهاب والكباب اعتذرت عنه لما بعته لي شريف عرفه. ليه ما تسالنيش ليه؟ ما ماليش يعني، انا برضو فنان مزاجي، ما لقيتنيش في الشخصيه يمكن، او ما حبيتش وقتها. مش معنى كده ان انا ممكن ابقى صح او لا. يعني داود عبد السيد في يوم من الايام كنت برضو مرشحه الفيلم من افلامه اللي هو كان الصعاليك، واعتذرت، ودي غلطه بندم عليها طول عمري. كان في فيلم برضو جزيره الشيطان، كنت مضيته مع سعيد الشيمي كان المنتج، وكان مفروض هنشتغل، وبرضو حصل حاجة كده فما تعمل ما عمل يعني ما تعملش أنا أو ما عملتوش الفيلم معه. بس ما عنديش تجربة سينمائية معه عشان أقول لك يعني تجربتي معه أخرج بيها بحاجة، أو لكن عندي تجربتي المسرح. والمسرح لما تقعد سنة مع نجم زي عادل إمام الحقيقة كان تجربة يعني لا تجربة مهمة جدا، وهو العمل الوحيد قطاع الخاص اللي أنا اشتغلت معه. وبعد أن أهدت رغدة قصيدة لروح الراحل أحمد زكي خلال الندوة، ظلت تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الفنان الراحل، نظرا لما كان يجمعهما من صداقة قوية دامت لسنوات عديدة. للمزيد نتابع تقرير التالي. لما بتصاحبي مريض بتتعبي، فما بتصاحبي مريض سرطان بتتعبي أكتر. لما بتصاحبي مريض بالسرطان هو أصلا كيس حالة، عارفة ده إيه؟ ها؟ كل ساعة بمزاج، كل ساعة بحاجة. فوصلت المرحلة من حقي، أنا إنسان، أنا مش ملاك ولا نبي ولا أنا بشر. فاللي حملته الحمد لله، أنا مش يعني مش بشتكي، بس بقول لك إنه مش اتظلمت، ربك هو اللي عارف إن إيه. يعني إن ما رحتيش هيقولوا لك ما راحتش، وإن وقفتي وصح وقفتي لازم تقفي صح. أنا ليا الفخر إني أنا أقف جنب العبقري ده، حتى لو ما كنتش صديقته، حتى لو كنت زميلته، أنا كنت حابة ده، حابة التجربة إن أنا أريحه لآخر لحظة. والحمد لله الحمد لله إنه يا أحمد لما رجعت أنا من سوريا كان دخل الانتنسيف كير، الرعاية العناية المركزة، ورجعته بقى ورجعت لحالته، مش عايزة أقول الأولانية يعني. حتى لما توفى رحل وهو مش متبهدل، لميت الدنيا تاني كلها. وساعتها قلت فعلا أنا مش هسمح لحد يبهدله خالص، لغاية يوم الحد الصبح ما رحل أحمد في 27 أذار مارش. كنت أنا جسدت ده كده في كم كلمة وقتها، موجودة القصيدة على النت، حكيت فيها بالظبط اللي حصل بالظبط، لغاية ما عكاشة وهم بيشدوه بقى على جوه بقى عمل لي كده، أحمد عكاشة موجود، قال لي رغدة لمي حاجتك وروحي يلا خلاص. أحمد عكاشة عنده ذاكرة ما شاء الله، ربنا يديله الصحة، بتهيألي مش هينساها. لما قال أنا ما قتلنيش السرطان، أنا قتلني لوع البشر. رحم الله الفنان القدير العبقري أحمد زكي. والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان حقيبة السيسي في زيارة واشنطن، يكتب دكتور محمد كمال في عدد الاثنين من المصري اليوم متحدثا عن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن، مطالبا الرئيس بعرض أفكار جديدة بخصوص العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية، وأبرزها ضرورة تبني واشنطن وجهة نظر مصر في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تأمين مصر بمعونات عسكرية إضافية، كذلك ضرورة دعم الإصلاحات الاقتصادية لمصر بضمانات قروض أمريكية بفائدة أقل، وإحياء المشروع الأمريكي بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، والاستعانة بمصر في إدارة عملية السلام العربي الإسرائيلي. دكتور مختار، ما رأيك في طرح الكاتب، وهل حقا يجب على الرئيس أن يخرج عن المألوف في هذه القمة المرتقبة، القمة الأمريكية المصرية؟
صحيح، دعيني أقدر ما طرحه الدكتور محمد كمال وفيما هو قال إليه في مقاله، وأضيف إليه نقطة مهمة جدا. يمكن الدكتور محمد كمال ركز على العلاقات الثنائية اللي بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيما هو مرتبط بتبني الولايات المتحدة الأمريكية لوجهة النظر المصرية لمسألة مكافحة الإرهاب أو مسألة المعاناة الاقتصادية أو العسكرية أو حتى المرتبطة باتفاقية تجارة حرة أو تبني مصر لمسألة القضية الفلسطينية. وأنا متصور أن دي في حد ذاتها ممكن تخلق إشكالية أو نزاع أو صراع بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مصر لو أخذت هذا الملف الفلسطيني وبدأت فعلا تمارس الدور المنوط به كأكبر دولة عربية ودولة الالتزام في المنطقة بين إسرائيل وبين الفلسطينيين، أنا متأكد أن من الممكن أن تغضب الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي على طول الخط متبنية وجهة النظر الإسرائيلية. الأهم من وجهة نظري في هذه الزيارة كيف نجعل الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل حيادي، بعيدا عن إسرائيل اللي بتوليها الولايات المتحدة الأمريكية منصب الولاية الأولى بعيدا عن 50 ولاية الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع قضايا المنطقة بوجهة نظر ومصلحة عربية بجانب المصلحة الأمريكية. مش مصلحة أمريكية بس، الولايات المتحدة الأمريكية بحثت عن الخروج الآمن من سوريا ثم دخلت إلى سوريا في عهد ترامب بقوات أمريكية ما زالت تعمل على الأرض وبتعمل على الأرض الآن بقوات مسلحة موجودة داخل سوريا. والسؤال اللي بيطرح نفسه ليه وعشان إيه، وهل في الأفق إطار معين هي متفقة فيه مع روسيا على هذا التدخل؟ ده واحد. اتنين، رؤية الولايات المتحدة الأمريكية إيه لما يحدث داخل العراق تحديدا في معركة الموصل وما يشاع بشأنها من مسألة غرب الموصل والتدمير اللي طال قصير جدا من المساكن والمباني المدنية الموجودة في هذه المنطقة، أو حتى رؤيتها في التعاطي مع الملف العراقي، وهل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتعاطى مع العراق تريد أن تخرج العراق من المنظومة العربية ومنظومة الأمن القومي العربي، ولا هو جزء من العمق العربي وجزء من العمق الأمن القومي العربي؟ دي أسئلة مطروحة وبقوة. زائد الولايات المتحدة الأمريكية في تعاطيها مع الملف اليمني، بالمجمل في تعاطيها مع القضايا العربية والحديث الآن عن قانون جاستا، وهل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنك أنت بتتحدثي عن أكثر من 2000 قضية رفعت داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تقاضي المملكة العربية السعودية لمسألة تحملها أحداث 11 سبتمبر، مصر لابد أن تكون لها رؤية. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت بالذات هي زيارة هامة جدا وللغاية. حقيبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ذاهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحمل هموم الداخل وتحمل مشاكل الإقليم بالمجمل، وواجب أن يعود الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤية متكاملة لكيفية تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الواقع، مع الأخذ في الاعتبار بأن خطابنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن يكون خطاب الصراحة، وأن التدخل الأمريكي أو التدخل الغربي أو التدخل الدولي أو الإقليمي في المنطقة العربية بدأ يؤثر على هذه المنطقة، وأن ابتزاز الدول واستنزاف مواردها مسألة تغضبنا نحن كمصر بصفتنا تلت عدد سكان العالم العربي ودولة الرائدة ودولة الالتزام في هذه المنطقة، هي ملفات كثيرة جدا يحملها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الممكن أن نتحدث عنها يعني لساعات، لكن الأهم فيها كيف يعود الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذه الزيارة بوجهة نظر أمريكية مختلفة ورؤية أمريكية جديدة في التعاطي مع مصر ومع الموقف الإقليمي والموقف الدولي. والآن نذهب بكم إلى فاصل أخير ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة مشاهدينا إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. تربية الكلاب زمان كانت هواية عند البعض، بس أعتقد دلوقتي أن الأمر تحول لبزنس احترافي بيقوم عليه مجموعة من الشباب سواء في الشارع أو في الحارة أو في المدينة أو حتى القرية. الفيديو اللي معانا النهاردة عن نماذج تحولت حياتهم فيها تربية الكلاب لمهنة احترافية، وهدفهم الأساسي أنهم يغيروا مفهوم المصريين ومفاهيمهم المغلوطة عموما عن الكلاب. تعالوا نتعرف عليهم أكتر في تقرير أعده الزميل محمود الحبشي وصورته الزميلة ابتهال أسامة. كلاب
ديفرنت سايكولوجي، فلو عملت الكلاب بسايكولوجي البني ادمين يبتدي يحصل فيه مشاكل. فمحتاج اي حد مربي بدائي محتاج يعرف الكلاب احتياجاتهم ايه، هم ايه، لغتهم ايه، وازاي بيكونوا بيهيفير. التدريب بيبتدي من اول يوم، سواء من اول يوم كلب عنده اقل من شهرين ممكن يتدرب، لحد 5 سنين وتسع سنين، طول ما هو عايش ممكن يتعلم. ابتدت حاجة تظهر عندنا اسمها الاي كي اف، دي جمعية تنقية السلالات في مصر للكلاب. فابتديت اخش المسابقة، ابتديت اخد جوائز، اتبسطت بموضوع المسابقات، فابتديت اركز شوية يعني ايه مواصفات الكلاب السيبيريان هاسكي، فابتديت اعمل منهم فاميلي، ابتدى يزيد عددهم عندي في الجنينة في البيت. فقررت ان انا اجيب مزرعة وابتدي ابنيها واربي فيها الهاسكي. دخلت بايس في مسابقه 2014، هما بيبقى في كل سنه تقريبا في 4 مسابقات اول بريدز لكل الانواع. اتصنف على سنه 2014 ان هو احسن كلب هاسكي واحسن كلب اول بريدز. فالجمعيه رشحته ان هو يمثل مصر في بطوله العالم، وطلع واخد من احسن 10 في بطوله العالم. احنا بنحاول بنزود نشاطات عشان نزود توعية الناس للكلاب. للأسف هنا في مصر معرفتنا بالكلاب ان هي حاجة بتعض شراسة، خناقات، حد اتعض، افكار كتيرة مغلوطة قوي عن الكلب. هو كائن زي العصافير، زي القطط، زي كل حاجة هتسيء اليها هتسيء اليك. طبيعي ان هي بتدافع عن نفسها، طبيعي ان هي بتخاف، طبيعي ان هي عندها غريزة البقاء، هتحسن ليها. هي الفكرة ان هي بتزود لك حاجات طاقة ايجابية. اما الان نتعرف على اسعار الذهب. جرام عيار 24 710 جنيه، جرام عيار 21 627 جنيه، جرام عيار 18 538 جنيه، جرام عيار 14 436 جنيه. اما عن سعر الجنيه الذهب 4990 جنيه. والان نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 26/11، الاسكندرية 21/13، شرم الشيخ 26/20، الغردقة 27/16، الاقصر 29/14، أما عن أسوان فالعظمى 30 والصغرى 14. وبكذا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا النهاردة. بشكرك سمر. شكرا يا أمل. شكرا دكتور مختار. أشكرك شكرا جزيلا. والشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا. تلتقونا غدا ونشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. دمتم في أمان الله. تابعتم في نشرة اليوم: أحكام بالسجن من 7 إلى 10 سنوات للمتهمين في غرق مركب رشيد. مصر تهزم أمريكا وتنجح في تمرير قرار أممي لاسترداد الأموال المنهوبة. اجتماعات النيل بأوغندا، حسم الخلافات أو تدخل الرؤساء في يونيو. الإفتاء، جماعة الإخوان تتلون بإصدار وثيقة التعايش السلمي في بريطانيا. اختيار سحر نصر ضمن أكثر 100 سيدة مؤثرة بالعالم العربي. هيومن رايتس ووتش تطالب الأردن بتوقيف البشير أثناء القمة العربية. اعتقال 4 أشخاص في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لترامب. سباق ليلة العمر بملابس الزفاف في تايلاند جائزته 28,000 دولار. ومحمد كمال يكتب حقيبة السيسي في زيارة واشنطن.